السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة ملك المناجم على اليوتيوب. أعزائي المشاهدين القناة، اللي أمامكم شخص مجتهد في استخراج الذهب من الصخور من دولة السودان. دولة السودان دولة غنية بالذهب زيها زي جميع الدول العربية، والعروض اللي انتم شايفينها نفس العروض دي موجودة في جميع أنحاء الوطن العربي وجميع أنحاء العالم. والعرق اللي انتم شايفينه ده عرض العرق يتعدى المتر ونص، ونسبة الذهب في الشكارة الواحدة اللي هي 100 كيلو يتعدى ال 100 جرام في الشكارة الواحدة. عزيزي مشاهد القناة، الخير موجود في جميع الدول العربية، تابع الفيديو للآخر لأن الفيديو النهارده فيديو شيق جدا وفيه أسرار وفيه طرق استخراج الذهب. عرق الذهب اللي أنت شايفه اللي واقف عليه صاحبنا من السودان، العرق ده بيمتد من تحت الأرض لحد ما يجي فوق، يعني العرق أصلا بيطلع من العرق الأم الموجود في باطن الأرض على مئات المترات أو 50 متر 60 متر حسب ما توصل للعرق الرئيسي المليان خير. الخير بيبتدي من تحت الارض، بيكون كثافة الذهب عالية لحد ما يطلع فوق الارض بتبقى النسبة ضعيفة، يعني العرق اللي انت شايفه ده نسبته دلوقتي حوالي النزول 10 متر زي ما انت شايف، ونسبته تتراوح بين 100 جرام، يعني لو نزل ممكن يحصل كل متر مربع 2 كيلو او 3 كيلو ذهب في الطن الواحد. عزيزي مشاهد القناة، عروق الذهب موجودة في جميع الوطن العربي، ما عليك الا الاجتهاد والتوكل على الله وهتكسب جرامات مئات الجرامات من الذهب. هتشوف دلوقتي صاحبنا اللي من السودان ايه هيقول لكم في الكلام اللي هيقوله دلوقتي عن استخراج الذهب من الصخور، وتابع معانا الفيديو للاخر عشان هنكمله في الفيديو ده فيه اسرار ومعلومات قويه جدا باذن الله. ده نادر وده نادر، ده اسمه شلاط. شلاط تعرف شلاط؟ شلاط ده يعني بيجي روك بيجي شريط بيجي شريط، عرفت الكلام؟ اه طالب يوميتك 100 جرام، يوميتك ب 100 جرام تيجي تشتغل؟ خلاص تعال طوال، مين محلك ده تيجي تضبط طوال؟ انا مجهز لك جراطك اي حاجه قالي انا، بس كنت تقول محلك ده قالي انا دكانك بتاع قده ده تفتح في سوق النرمان، لا تمشي من هنا السوق الكبير بتاع النرمان، واضح كلامنا؟ واضح؟ وانت يا ابو طلطه اللي اسمك ده اسمك ده اربوطي ده بقى اربوطي، البنات ده غاليين ده لا يدرس، البنات ده لا يدرس، انا ما اتكلم فوق ده، واضح كلامنا؟ اطلع. سبحان الله، بتمنى الخير لكل، بقول لهم تعالوا يوميتك يومية الشخص الواحد لو اشتغل معانا هنا اليومية 100 جرام، بيحاول ان هو يساعد الناس على الشغل وبيحاول ان هو بيديهم معلومات على اساس ان الذهب الموجود ذهب ناقر، والذهب ده في الشكارة الواحدة بيعدي 800 جرام، يعني شكارة ال 100 كيلو بوصل فيها هي 100 كيلو لكن بتوصل 800 جرام من الذهب، استخراج من 100 كيلو 800 جرام من الذهب في الموقع اللي هو شغال فيه. عزيزي مشاهد القناة، الخير مش موجود بس في السودان، الخير موجود في السعودية وموجود في اليمن، وفي مجموعات كبيرة بتطلع تراخيص وبتشتغل، تفتح شركه وبتشتغل. لو انت تتخيل في ال 100 كيلو من صخور المر وطلع 800 جرام، يعني انت لو اشتغلت وطلعت طن كامل هتوصل حوالي من 3 كيلو ل 4 كيلو ذهب في المناطق اللي هي بتبقى غزيره وبتبقى غنيه بالذهب. عزيزي مشاهد القناه، تابع الفيديو للاخر لان الفيديو ده فيه معلومات مهمه جدا جدا للمنقبين ومهمه جدا للمبتدئين، يعني اي حد ما عندوش معلومه عن استخراج الذهب هيستخرج الذهب معانا باذن الله في قناه ملك المناجم. وما تنساش تشترك في المسابقه اللي هي كيلو من الذهب لاكثر واحد متفاعل معانا في القناه هيكسب كيلو من الذهب. التفاعل عبارة عن تشير الفيديوهات والتعليق على جميع الفيديوهات ولايك لجميع الفيديوهات الموجودة في القناة، وابشر بالخير ان شاء الله. ومش بس فايز واحد، ده احنا عندنا عشرات باذن الله، كل فترة هننزل عشرات المسابقين اللي هيفوزوا معانا بجرامات من الذهب وجوائز عديدة في القناة. عزيزي مشاهد القناة، لا تنسى ان عروق المرو هي اساس استخراج الذهب، وما تروحش بعيد عن عروق المرو لان عروق المرو هي الغنية بالذهب. عروق المرو كل ما نزل تحت الارض هيكون غني لان هو بوصل للعروق الرئيسية اللي هي تحت الأرض. هنا عملية تنشيط الزئبق، وهنوريكم عملية تنشيط الزئبق، وبعد عملية تنشيط الزئبق هناخد عينة من الأرض اللي شغالين فيها عشان نشوف نسبة الذهب في الطن الواحد أمامكم عزيزي المشاهد، وهتشوف استخراج الذهب كامل بإذن الله. تابع القناة للآخر وما تنسناش بالدعم بلايك وشير الفيديوهات عشان تكون صدقة جارية لجميع المسلمين. والآن احنا في المرحلة الثانية لتنشيط مادة الزئبق لاستخلاص الذهب من التراب. الزئبق عادة ينشط بصابون البودرة المعروف. الآن هذه المرحلة الثانية كما تشاهدون،
خلاص نحن سنكون ان شاء الله حلقات متسلسلة حتى تعرفوا كيفية استخلاص الذهب من التراب أو من الأحجار. تابعوا معنا الآن بدأ تنشيط مادة الذئبق. عادة ما ينشط بصابون البودرة أو دش الشاي أو في عدد من الأشياء ينشط بها مادة الذئبق. كما تشاهدون تغرون به طبعا عزيزي مشاهد القناة اللي انت شفته دلوقتي عملية تنشيط الزيبة. طبعا انت كمبتدئ بتشتري كيلو زيبة بتستخدمه على كذا مرحلة. الزيبة الناتج بعد عملية استخراج الدهب بيكون تفاعل فيه ضعيف، فانت بتبتدي تعمل عملية تفاعل الزيبة او تنشيط الزيبة اللي بيخلي الزيبة يشتغل ويمتص الذهب منه وتاني يعني مرة تانية. عملية التنشيط عبارة عن الصابون الغسيل بتاع الملابس بتخطه وبتخط عليه الزيبة وتبتدي عملية التفاعل بعملية الاحتكاك الزيبة مع الصابون. عملية الاحتكاك بينتج عنها ان الزيبة نفسه بيتفاعل وبتبتدي ذرات الزيبة ترجع زي ما كانت، انها بتبقى نشطة في استخراج الذهب في امتصاص الذهب من التربة. بعد عملية التنشيط عزيزي المشاهد هندخل على عملية امتصاص الذهب من التربة المطحونة او السمبل او القطع اللي احنا خدناها عشان نعرف نسبة الذهب الموجودة في العرق العريض اللي هو حوالي متر ونص. كم نسبة الذهب؟ هو الذهب اوريدي ظاهر فيه، لكن احنا بناخد قطع وقطع من الصخر او قطع من العرق ده ويتم عملية الطحن والتصفية عشان نعرف نسبة الذهب بالظبط في العرق ده كم. طبعا كلنا هنعمل نفس الطريقة دي وشرحناها كذا مرة في القناة، ودايما بنعيد ونشرح للمشاهدين، لان اصلا اللي بيخش عندنا كل يوم الاف المشاهدين كل يوم بيدخلوا معانا في القناة ويتفرجوا على الفيديوهات، ما شاء الله تبارك الله القناة يعني وصل لحد دلوقتي 42 وداخل على 43 الف مشترك، وجميعهم ما شاء الله تبارك الله استفادوا من القناة ومن المعلومات الخطيرة جدا والمجانية واللي هي تعتبر اسرار في عالم تعدين الذهب، لان احنا بنكشف اسرار في ناس كتيرة مش عاوزة الاسرار دي تطلع بره عشان هم وحديهم اللي هيستفاد. طبعا عزيزي مشاهد القناة بعد عملية الغسيل نبتدي عملية التصفية مع الزيبة. الزيبة موجود في التربة مع المية اللي انت شايفها امامك، هنا بيبتدي الزيبة يمتص الذهب الموجود في الراسب اللي تحت من التربة. التربة غنية بالذهب، فالزيبة الزيبة ايه وظيفته؟ الزيبة وظيفة الزيبة هي امتصاص الذهب الموجود في التراب. يعني العملية سهلة، انت لو لقيت عرق الذهب معناها انك انت بعد ما تلاقي عرق الذهب هتلاقي الخير الكتير باذن الله. عزيزي مشاهد القناة تابع الفيديو للاخر عشان تستفاد من المعلومات الموجودة عندنا في القناة. بعد عملية الغسيل زي ما انت شايف تبتدي عملية الغسيل تدريجيا عشان يفضل معانا الزيبة الموجود تحت. بعد كده بناخد الزيبة ونخطه في قماشة عشان نصفي الزيبة ونبتدي عملية استخراج الذهب، والزيبة اللي طالع من عملية التصفية هنخليه وننشطه مرة تانية عشان نشتغل بيه ونستخرج الذهب مرة تانية. كيلو الزيبة بيطول معانا، بياخد مدة طويلة، بنطلع منه حوالي يمكن 50 مرة من الذهب، عشان كده تلاقي الزيبة غالي وسعره غالي في السوق. عزيزي مشاهد القناة هنا عملية التصفية، هنا بنصفي الزيبة الزيادة بيكون في الطبق، بعد كده بناخد الذهب عشان عملية تبخير الزيبة على نار هادية، عشان كده هنعرف بعديها كمية الذهب الموجودة في السمبل اللي احنا خدناه، ولازم توزن السمبل اللي انت خدت، يعني بيكون من كيلو او 2 كيلو او 3 كيلو من الاحجار احجار المر، وبعد كده هتشوف الذهب اللي طالع. نسبة الذهب عالية جدا في العرق ده، زي ما قلنا ان ال 100 كيلو بيطلع حوالي 100 جرام، يعني جرام في الكيلو الواحد من الدهب. السمبل اللي امامك ده بعد تصفية حوالي 3-4 كيلو من احجار المر. هنوريك الدهب دلوقتي اللي انت هتشوفه في القماشة، ده قطعة الدهب اللي طالعة بعد عملية الزيبة وتجميع الدهب. عزيزي مشاهد القناة ان شاء الله تكون المعلومات كلها وصلت وتبقى معلومات شفافة، احنا بنتكلم بالطريقة البلدية بالطريقة العادية عشان نوصل المعلومات للناس بكل سهولة وبكل اريحية، عشان عاوزين الناس كلها تبقى فاهمة ايه هي عملية استخراج الذهب من الصخور. دايما لما بنتكلم عملية استخراج الذهب من الصخور ناس كتير مش مصدقة ان الذهب بيطلع من الصخور، بيفتكروا الذهب ده بيطلع يعني نادرا جدا وبيطلع من حاجات تانية غير الصخور. عزيزي مشاهد القناة ما تنساش تدعمنا بلايك وشير، ولو انت اول مرة تخش القناة خد جولة في فيديوهات التعليمية لاستخراج الذهب عشان هتستفاد منها، وممكن يكون جنبك او جنب بيتك زي ما حصل مع ناس كتيرة عروق المر اللي هي فيها خير كتير وفيها ذهب باذن الله. القطعة اللي امامك عزيزي المشاهد من حوالي 3 كيلو من احجار عروق المر. بعد اكتشاف او معرفة كم النسبة في العرق بالظبط هنبتدي عملية الشغل التقيل ويبتدي نستخرج جرامات الذهب. مثلا القطعة اللي انت شايفها دي من 100 كيلو من
من احجار المرمر، يعني تساوي اكتر من 100 جرام القطعه اللي انت شايفها في الايد دي. هنا بيبتدي عمليه التصفيه بكميات كبيره عشان استخراج الذهب من احجار المرمر. عمليه استخراج الذهب في المرحله الاولى عمليه سهله، لو انت عزيزي المشاهد تابعت الفيديوهات الموجوده في القناه واتبعت الطرق هتطلع الذهب باذن الله. وزي ما قلنا الدول العربيه غنيه جدا بالذهب، ان شاء الله باذن الله احنا هنبتدي استثمار في دول غنيه من الذهب. وكان فضل لناس ورتنا عينات ورحنا اختبرنا في نفس البلد وعرفنا ان المنطقه دي فيها عينات ذهب كتيره، وهنبتدي في تونس والمغرب دلوقتي عمليه الاستثمار واستخراج الذهب مع نسبه كبيره لصاحب الارض. المشاهد اذكر الله وصلى على رسول الله في التعليقات، الله يرحم والدينا والديكم والجنه لينا باذن الله جميعا.